قبل ما يبدا الفيديو حبيت نقول لكم انه اتصلت بي مجموعه من ليزيتيديون من المدرسه العليا للمواصلات اي كي اي سوبكوم وعرفوني على الحمله اللي يقوموا بها لمصلحه التلامذه ذوي الاعاقه البصريه في بير القصعه في بنعروس. والحمله تهدف لتمويل المدرسه وتجهيزها بمكتبه سمعيه ومكتبه من الكتب نتاع البرايل المخصصه للعباد هذوما. للي حب يعمل الخير في هالشر فضيل تلقاو ليليا منين تنجموا تتبرعوا في الديسكريبسيون اللوطه. السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كافو كالعاده في فيديو جديد. وصحة شريبتكم والا شاهية طيبة انتم وقتها قاعدين تفرجوا على الفيديو. ونتقابلوا اليوم في الحلقة 12 مش معناها والحلقة الاولى في رمضان واللي باش نحكيو فيها على البايس حسب طلب برشا عباد في لي كومونتير. قبل ما نبدا حبيت نقول لكم رمضانكم مبروك وتصوموا بصحة البدن وتقبل الله مني صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم. يلا نبداو. كي نقول هاردوير وسوفتوير الفرق واضح في بالي، وكي نقارنوه مثلا بجسم الانسان نجمو نعتبرو البدن هو الهاردوير والمخ هو سوفتوير هكا ولا؟ اما المخ زادا نجمو نعتبرو هاردوير خاطر هو حاجة ملموسة ومهمته هو التحكم في جسم الانسان كامل عبر النظام العصبي. والبايس تنطبق عليه الحالة هذه بالضبط. البايس او ما يعرف بالبيسك انبوت اند اوتبوت سيستم هو عبارة على سوفتوير او فيرموير موجود على حاجة اسمها سيموس اللي هي قطعة ملحومة على المذربورد واسمها الكامل Complementary Metal Oxide Semiconductor واللي نلقاوها ملحومة في المذربورد متاعنا. إذا كانك تفهم في البيسيات أكيد راك ركبت البيسي متاعك مرة وإلا حليته، إذا كانك ما تفهمش أكيد راك حاولت تبعوله وحليت البيسي متاعك، وأكيد عرضتكم بيلة هكاية موجودة في المذربورد بحذا السيموس بالضبط. وأكيد راك سهلت البيلة هذه فيش تعمل هوني خاطر أنت عندك كابل كورون راكب في البيسي تقول معناها البيسي فيش باش يستحق البيلة هذه. وهوني نقول لك انه البيله هذه مهمتها تعطي كونستانت باور للسيموس. السيموس هذه هي عباره على فولاتايل ميموري معناها ريت تقص عليها الكورون منها تنسى كل شيء. هذاك علاش البيله هذيك لازمها تكون موجوده باش البي سي ما ينساش الوقت وما ينساش السيتنجز نتاعو باش دوب يتحل ديريكت، ما معناتها ما يعاودش يسالك عباره اول مره شريت البي سي نتاعك وباش يقعد يلودي في السيتنجز من اول وجديد. باهي تويك حكينا على السيموس، البايس اللي به الفايده شنو يعمل؟ البايس يا سيدي يبدا راكش على روحه راقد وتجي انت سيتك تنزل على الباور باتن تفيقه من النوم، هو باش يقوم من النوم باش يشوف انت شنو ما السيتنجز اللي حاططهم في البي سي نتاعك وباش يلوديهم وباش يخدم البي سي نتاعك بالسيتنجز اللي انت حاططهم له. بالله اللي يفهموا يحقروني شويه، اللي ما يفهموش جرب مره حل البي سي نتاعك واقعد نزل على الديليت باتن ولا البوتون سوبريمي تقعد تنزل عليه على بعضه تو تشوف اللي باش يخرج لك انترفيس، الانترفيس هذاك هو البايس. من بعد باش تصير حاجه تعرف بالبوست، وقتها البايس باش يعمل كل كنترول باش يمشي يعمل دور على البي سي نتاعك باش يشوف اللي القطايع الكل موجودين السي بي يو والجي بي يو والرام والستورج كل شيء راكب مريقل وانهم الكل يخدموا ما غير حتى مشكله. اذا نرجعوا 10 سنين للتالي من عشك شفت شي بي سي قبل كانوا فما مع المذر بوردز يعطيو هكا كل ميكرو يركب في البي سي ديجا كان تشوفوا معناتها بي سيات اللي سي خاطر جينيرالمون تلقاه مقدم شويه تلقاه كي يتحل يعمل بيب. هكي البيب معناها انه البي سي فونكسيونيل جو باهي معناها كل شيء يخدم ثبت انه القطايع الكل تخدم وتعدى وباش يلودي الاوبريتنج سيستم نتاعو. واذا كان قاعد تعمل بيب 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 على بعضه هكي معناها راهو فما ايرور كود معناها باش يكتب لك كود فما مشكله في البي سي تفقد البي سي نتاعك يا معلم وصلحه وخلي البي سي يخدم. ومن بعد البوست البايس باش يمشي يثبت وين انت حاطط الويندوز نتاعك، انت باش تحط له ستورج ديفايسز نتاعك بالترتيب. فرضا مثلا حاطط الاس اس دي نتاعك هو اللي في الويندوز حاطه على الاول باش يمشي الاس اس دي هذاك باش يمشي يلودي الاوبريتنج سيستم تاعك ويندوز ولا لينكس ولا اللي هو. البايس قعد معتمد لفتره طويله اما كان فيه مشكله صغيره هي انه ما ينجمش يتحمل والا يقرا ستورج ديفايس فيه اكثر من 2 تيرا بايت، معناها تركب له مثلا هارد ديسك فيه 4 تيرا بايت ما يقراش ما ينجمش يتعرف عليه. تنجم تقول لي يا احمد 2 تيرا بايت اش باش يعبيهم؟ 2000 جيجا يا معلم معناها خيرات، انا ديجا 2000 جيجا راه عندي مليانين في البي سي معناها وراهو احنا معناتها نتسميو مستعملين عاديين. اما كي نجي نقارنو معناها بسيرفرز ونقارنو ببرودكشن كومبانيز يستحقوا ملايين البيتا بايتس معناها راهو يستوكيو في مئات الاف جيجاوات راهو فرق بعيد ياسر معناها. وللمعلومه 1 بيتا بايت راهو 1000 تيرا بايت، وانتي افرز وحدك معناها كي نقول لك ملايين البيتا بايتس راهو فوق ما تصور معناها. برا كانك فاضي شغل عمل طلع على السيرفرز نتاع مايكروسوفت وفيسبوك وتفرج. ومن بعد المشكله هذه جات حاجه اسمها الواي فاي اللي هي معتمده تويكا في الاورديناتورات، معناتها البايس مشى على روحه جات هذه الواي فاي اللي هي اليونيفايد اكستنسبل فيرموير انترفيس واللي هي اعطات الامكانيه باش نتحملوا هكا ستورج الكل
وزيدا أسرع برشا من البايوس في اللودينج. الواي فاي زيدا جاء متميز على البايوس من ناحية الجرافيكال انترفيس، خاطر عبارة معناها تستعمل في بروجرام، معناها تلقى انيميشنز، تلقى فنتيلاتور الدور، تلقى معناتها جرافس معناها باش تشوف الفان كيرفز متاعك، معناتها الفنتيلو متاعك قديش قاعدين يدوروا، برشا حكايات سميح برشا، ويخليوك تفهم البي سي متاعك فاش قاعد يعمل بالضبط. تشوف مثلا الفولتج نتاع السي بي يو نتاعك، الفريكوانسي، برشا حاجات. وقت اللي البايس يشبه برشا للبلو سكرين اوف ديث، ناش تعرف واش هيك كتيب ده البي سي نتاعك يخدم واحد واحد وتصير هكا ايكرون زرقاء تجي هكا ايرور كود، راهو عندك مشكله في البي سي والبي سي يطفى واحد واحد بالضبط. انت عباره بلو سكرين، تلقى هكا ستور ستور فيهم السيتنجز نتاعك، وما تنجم تتحرك كان بالكيبورد نتاعك، بالماوس ما تخدمش، ما فماش ماوس سيبورت في البايس القديم. وكي نزيدو نرجعو في الوقت نلقاو حاجه اسمها الجامبرز، انا الحق ما خلطتش عليهم، اما إذا كان يتفرج عليها شكون عمره أكثر من 30، كانوا قبل المذر بوردز ما عادش تتفكرش يحركوا هكا كي جامبرز، هكا كي يشبهوا للترانزستورز، هكا يحولوه من بلاصتهم باش السيتنجز يتبدلوا، سينو معناتها ما فما حتى لا بايس لا جرافيكال انترفيس لا حتى شيء. حصيلو كانت هذه الابيزود نتاع البايس، ان شاء الله فهمتوا كل شيء وكل شيء واضح. قولوا لي شنو رايكم في الكومنتير اللوطا، ما تنساوش تحطونا لايك اذا كان عجبتك الابيزود، اعمل سبسكرايب واعمل الرينج بيل باش ما يفوتك حتى فيديو. ان شاء الله غدوه في نفس الوقت باش يهبط الابيزود 13 باش نحكي فيها على حاجة ياسر مزيانة. So be here إن شاء الله، وإن شاء الله نتقابلوا غدوة. ردوا بالكم على رواحكم وتصحروا منيح. تشاو.